لما نمضي الصوماليين ميري تكتب وسلام يا سلام كدب ورئيسي مدحوينا مالت الدويد سؤالي اللي ودي يا شعبك وحنو بلن قاضي إن حدين ككين وحيابه سؤالها كويدين يي قاعد هاندين عمالية أو هاي العقد تدور مليون يتدور بقولي كنت قاعد لعيت أمريكا عدين تلعب هي أو مد سوق يسوع لعيت أوكا أبو جادي وأبو جاس وأبو كونتلا الصومالية جمهورية الديمقراطية الصومالية جمهورية الفدرالية الصومالية وكا أبو جوال وأبو جحسابي اللي انت اللي بدأ بيش أو أه بيش كا دوية تمنادية بيش كالبعتنا أبو جاس أيه كورنت وانا تنا سير أيه كورنت هاي إن ما مول قولي ديال العكت على سي اي اكسامبل ما مول قولي ديال العكت ترجع دو حوية لبعتين مليون بيا هيد ورقد أيه كورنت هاي وحوية 10704 ما مول قولي ديال دقيقة لو أكون يلي بقول وي لو أكون لعب ولا إذا يلعبوا ما مول قولات كبرونت اللان وحو قاتي أفر مليون يشم بقول ما ورقد النمبر كذا لو أكون لعب ولا إذا يسدح ما مول قولات كتشب اللان وحو قاتي لعب مليون يشم بقول لو أكون لعب ولا إذا يأفر ما مول قولات ككفر قلبيت وحو قاتي مليون يشم بقول لو أكون لعب ولا إذا يشم مامول قولاتك قل مدوك وعوقاتي مليان يشان بغل طبعاً كان مليان سيدا عصي احايد العاكت اللي باعتاك مليانة حب كاسا الله وقيف صدي او اي كوب حضي والعاكت الدياقها او الله قيف صدي وي طبعاً كان مليان او كالي واعتا سيدا الله وقيف صدي مامول قولاتك تريد وعا وي الله وكن لعب بغل افرتني يلابو نمبر كيدو والدياقها مامول قولات يدا مامول قولاتك بنت الله وعقات سدع مليان لبا بقول يكنتم لبا كن لعب ولا فرتني يا عفر حاشد النمبر كيدو يهي وعقو قاتي مام القبلات كتشبة مليان يتضوى بقول يسديت لبا كن لعب ولا فرتني يا شن مام القبلات ك كفر قلبه وعقو قاتي مليان يسدع بقول يكنتم مام القبلات كقل مدو ولا جت جاي مركز لعيتك لو واحد يقول صي ماشي اللي هذا ما جاي هذا هيرش بالله بيجك أي كورن تاي وات الضبي يتوان بيجك توان كمليان أو كورن تاي وكلنا والله بعتنك وبيجك الله بعتنا هاد وانت العك تساوي والله عك تقوم تلا اه ودقة او كاش كه وانتي كلا يهلك كورن تاي ودولة فيدرال كه وانت العك تعد انت تساوي وعنك عشان يا ملحوينها فيدرال كصوماليا وهذا سي هيا ملحوينها دولة فيدرال كه انو ارنتا اسكسار حل هذه العكتاس يعني لو قرتي إن دش الله قاطه ما هم الجوال هذي أنا إنه عديه ما دامه مشرح ياي هذه ما هم الجوال هذي لو قاتنا إنه عديه ما العكتاس الصومالي إن قفنا ديال ديال كقاضنا يو إن أي ملك لا هذا هذه سنة ما والله سبته يعني نقول مسؤولين صوماليات بان كوسمايا يبنتلان يكافر إسكوميدوي دل كوا هذا لكن ما هم الجوال هذي كليا شروعات دلكنا وامد طب قال كذا يا إلى أنت هذا هو حق وأنا شرعي طب كستوا موادنا ولا جربا تا أنت هوية طلب كلا بعد ومدعوين حصل شيء خلايا وحوية هرشة بيلا يا مياش اللي يا مجا هذا إن قل مدو قال ما مل قبل هذا وصدح قبل يا بر أقل كسر وحي كل أيين لحية توان حملوض مقدوش أنا وحنا أحسن تيا الله مجا رمضة حديقة أو حرام مله وحنو شيء يا ولا رايق مقدشو حسن شيق سدع لو يحم نود قلب دوق بكو درك هير شبه الله لا ولا قول اي تي لحب الى هاي لحم نود بلا هاي لا ولا كلا كفر قلب هذه شبه الله ما لا سو قاد سدا دحم لو ساسه كو يشين وحن لنا على العداله ده با لو دسما او دل كو هدما او لو هرو مراي عداله ده ما شقريسو ولكن مدحوينها بوت لان مدحوين عبد الولي لو حن ليها أدر وحبا وحبان سوكر دي هذا أدر وحنا بس سوكر دينا وحبان نقد من طبعا ما مل جواري ولا سدح جواري يا برا يا وحي لي لحية طول حمل الله الكسرين النبى وشان جواري يا برا نه كوي طول حمل الله بان لنا
madaxweyne xasan sheekh markan ku xisho aqalka hoose uu ololeynay baarlamaanka federaalka hargeysa oo magaalada madaxda labaad burco oo gobol weyn ah laba gobol oo Soomaaliland ka mid ah oo saaso oo magaalada madaxweyne oo magaalada weyne magaalada ganacsiga Puntland xarunta Puntland garowe afarta gobol waxay leeyihiin baarlamaanka aqalka hoose oo Soomaaliya oo loo ololeynay صدقني يا كوح منود من أي سبب إذا بكرة لا يفترني يا كو إلى أفترني يا لبو وارتاس عدالة من غير إذا مسكون راعي إنها مركب مسكون صعبنا هذه إذا هذا مقولات هاي إن أنت عدالة كسم يسويه أتسام الغر هذه كلا والكيات هاي بدحوين يهورات هاي سيهايات هاي نبشر على اللين هاي لهذا الكاجان لين هاي وحنكوس وتشدني إنما الحوين استوقفوا dadkii taariikhda Soomaaliya wax ku lahaa oo national leebka ahaa almiina bulshada xumlood iyo xuquuqda sida ninkii calanka sameeyay maxamed awaal liibaan sida ninkii Soomaaliya ka soo qaaday Soomaaliland oo xurriyad qaadatay inta soo qaaday shuruudaha Soomaaliya ugu daray maxamed xaj ibraahim ciyaal sida ninkii siyaasiyaha waa Soomaaliya oo aan ku loolaminay yiri ku loolama oo qaata sida abdullahi ciise iyo ragga la midka oo taariikhda Soomaaliya ku lahaa sharxulood ugu dar baarlamaanka sida qabiilka ugu jeceshahay wadaniyadda ugu jecel oo dadka national levelka oo aan qabiilka u soo safan karin si wax oo codkooda muuji taariikhdooda muuji taa intaas aan uga gudbayaa waxaan dadka Puntland oo cadaalad darrada ka tirsanaya aqalada hoose iyo kuwa sare ama kuwa baarlamaanka Puntland ka tirsanaya waxaan leeyahay war hurda wax la iskuma siiye maalin haddii qaranka la idinku siray eelnimada iyo difaaca iyo dalka waa la wada leeyahay ma dhamaan wax ka ilaashada soo tartama soo orda wixii nahura de qalinka markii na qabsadanina ma lehe markii na qabsada hays xagaajinina welcome soo gala xarunta raadiya waa helaysaana raadiya waxaan aad iyo aad iyo aad u mahadnaqayaa saxaafadda ii sahashay inaan jawaabo ka bixiyo arintaas aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaan cismaan diiriye kulane aad u mahadsan tahay waxaan lahaa min laba su'aal inaan kaa weydiino dhinaca lacagta lacagtan 7 million iyo 700 iyo kontanka waa soo bandhigtay dabcan cadeymaheed halkan aad ku soo bandhigtay lacagtan bal sidee bay ku timid bal lacagtan haddii aad xukun haysid oo qaab bay ku timid lacagta hadda anigu dowladda federaalka ma ahayd dowladda Puntland baan ahay waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga qorsheynta siyaasadda iskaashiga caalamiga arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa arrinta tan aan ku ogaanay lacagta deeqaha Saudiga laga keenay kadibna buugga qoontada Soomaaliya ayaa lagu qoray markii lagu qoray oo aan ku arkay in lacagtaas soo gashay Puntland wasiirka maaliyaddan weydiiyey wasiirka maaliyadduna wuxuu ii sheegay inaan lacagtaas soo gaarin usa aragna kadibna madaxweynaha weydiiyey lacagta waxba kama jiraan haddii marka laba ku been abuuray oo aysan Puntland lacagtaani soo gaarinna hadda federaalkan ka rabna jawaab inuu ka bixiyo saxaafaddaana ka rabnaa inay weydiiso $20 million oo ku qoran saxaafadda oo baarlamaanku baaskareeyey oo looga baaskareeyey $20 million in maamul goboleedyad u qaateen dee qofna jeebkiisa ma galayso waa inay caddahay meeshay aaday su'aasha jawaabteeda intaasan ku koobayaa arrinta waa caddahay arrinta waxa weeye labo horta arrinta tan lacagta tan xilliga ay ku qorantahay waa 2016 buugga qoontada 2016 weeye maadaama 2016 ay tahayna xisaab xirkeedii weli nalama soo gaarin annaga qoontadeena kuma jirto maaliyadda waxaan weydiinay inay ku soo darayaan iyo in kale kuma la jirto iyaga ka hadalkooda marka annagu dabagal baana baarlamaanku shacabku wakiilu yahay shacabka doortay annagu lacagta waa dabagalayna madaxweynaha federaalku hadduu qaado Puntland la marmariyo waa dabagalayna waa daba joogna waxaan uga hadlaynaa saxaafaddana sidaa weeye wayna soo baxaysaa wax garsoomayaana ma jiraan waa kaleer weeye